إلى مسابقة مشروب عصير القصب في مصر. يتحدى متجر عصير قصب مصري زبائنه بهدف اجتذاب عملاء جدد للترويج لنفسه. شرط التحدي هو أن يشرب الشخص 12 لترا من العصير المصري الشهير، وفي حال استطاع فعل ذلك يمنح مبلغ 100 جنيه مصري، بينما يدفع المبلغ نفسه من يفشل في فعل ذلك. وفي تحد آخر يحصل فريق مكون من 3 أفراد على قسائم مجانية لشرب عصير قصب السكر لمدة 6 أشهر في حال استطاع شرب 3 أباريق كبيرة. في إقبال يوميا في مسابقة بتحصل يوميا، ماشي، وإن شاء الله أصلا الخميس الجاي احنا عاملين مسابقة كتير عشان أنا عايز الناس تشرب. المسابقة كانت هتبقى المسابقة القديمة كانت واحد لو شربوا ياخد 100 جنيه وياخد فلوسه، الجديدة بقى هتبقى 3 يشربوه، لو شربوه بياخدوا فاوتشر بيشربوا كل يعني لمدة 6 شهور ببلاش هم الثلاثة. حول تحدي القصب الذي أطلقه داوود متجر العصير الذي يحمل اسم عصير البريديسي إلى ساحة معركة للمتنافسين في مدينة طنطا بشمال مصر، حيث ذاع صيت المتجر قبل 4 سنوات عندما بدأ التحدي. حديته أن أنا خلصت والحمد لله ربنا وفقني وخلصتها. إيه رأيك في مسابقات عصير القصب؟ والله أنا شايف أن أي حد يقدر يخلص الكوباية دي، أنا خلصتها. أي حد يقدر يخلصها يا جماعة يتفضل يخش. عصير قصب السكر مشروب شهير في مصر، وتنتشر المتاجر التي تبيعه في جميع أنحاء البلاد.